أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قرأت قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكنت في الصلاة. نعم. إذا يقول أحسن الله إليكم: إذا قرأت قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكنت في الصلاة أو استمعت إلى الآية، فهل يجوز لي أن أقول وأنا على ذلك من الشاهدين؟ لا، الصلاة لا تقل فيها إلا ما ثبت بالدليل، أما خارج الصلاة فلا مانع، لكن لا تتخذ هذا دائما وأبدا، إذا قلته في بعض الأحيان فلا بأس. نعم.